بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وظائف الإمام التي قام بها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ما يطلق عليه باسم التوقيعات، وقد بدأ استعمال هذا المصطلح تحديدا في عصر الإمام الكاظم عليه السلام وفي عصر الغيبة الصغرى، إذ كانت هي رسائل متبادلة بين الشيعة الموالون والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عن طريق النواب الأربعة. ويمكن وصف هذه التوقيعات بأنها منظومة اتصال وتواصل بين الإمام وشيعته للظروف الأمنية التي كانت آنذاك. هذه التوقيعات قد أخذت أشكالا متعددة، تارة تكون شفوية وتارة تكون على نحو السرعة، وكانت هناك توقيعات مدونة مكتوبة. وتضمنت هذه التوقيعات مضامين متعددة، منها التوقيعات التي تخص جانب العقيدة، ومنها التوقيعات التي تخص جانب الفقه والأصول، ومنها التي تخص علم الرجال وتوقيعات اجتماعية، فضلا عن التوقيعات التي تضمنت بعض زيارات المعصومين والأدعية. معنى التوقيع إذا يعني بحثناه على نحو منهجي فهو مصطلح معجمي يدل على إسقاط شيء، يقال وقع الشيء وقوعا فهو واقع، والواقع اسم يطلق على يوم القيامة لأنها تقع بالخلائق تتغشاهم، والوقعة صدمة الحرب، والوقائع مناقع الماء المتفرقة كأن الماء قد وقع فيها، ومواقع الغيث مساقطه. في الاصطلاح أصل التوقيعات جاءت من توقيع الخليفة أو أحد عماله على الرقاع آنذاك، وكذلك يطلق على البريد الذي يصل قصر الخلافة بطلب أو شكوى أو مظلمة. وهناك تعريفات حقيقة عدة للعلماء، منها تعريف شوقي ضيف: التوقيعات هي عبارات موجزة بليغة تعود ملوك الفرس ووزرائهم أن يوقعوا بها على ما يقدم إليهم من تظلمات الأفراد. أما بالمعنى الشرعي فهي تلك الكتب والبيانات الصادرة عن الإمام الثاني عجل الله تعالى فرجه وبخطه المبارك، أطلاقا عليها وهو من باب تسمية الكتاب بأهم ما فيه، أو من باب تسمية الكتاب بما يختم به وهو التوقيع. هذا فيما يتعلق بمصطلح التوقيعات. المصطلح الثاني الذي جاء في العنوان مصطلح الناحية المقدسة. هذا المصطلح حقيقة لم يكن معروفا قبل النصف الأول للقرن الأول من القرن الثاني الهجري. من استعمله؟ الشيعة هم الذين استعملوا هذا المصطلح بسبب الأوضاع السياسية الحرجة الحاكمة آنذاك في التعامل
مع ما يتداولونه من مكاتب ورسائل مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل ذلك كانت تستعمل ألقاب معينة عرف بها الإمام الحجة، مثل الإمام المهدي، أو الهادي، أو العسكري. فكانت هذه الألقاب هي الألقاب المتداولة في حينها بين الخواص، بدلاً عن التصريح باسمه المبارك. ثم اشتهر الإمام الثاني عشر بهذا اللقب، بلقب الناحية المقدسة، واختص به. يقول أحد العلماء وهو الميرزا الفضل الطهراني أن المراد بالناحية المقدسة هو المهدي، فقد ورد في كثير من الأخبار إطلاق هذا الاسم عليه، فإن ذلك أن التاريخ المذكور سابق على ولادته عليه السلام. يتبين من ذلك أنه من مختصات الشيعة، وقد تم تداول المصطلح بداية الغيبة الصغرى، ويقصد منه الإمام شخصه وعينه، وكان السفراء هم الواسطة بينه وبين شيعته في تبليغ الأحكام، وكذلك الإجابة عن الأسئلة واستلام التوقيعات وتبليغها. لكن بسبب الظروف الحرجة وسياسة الإرهاب والملاحقة، ولأجل التأكد من المعلومات الصادرة منه، تمت تسميته بالناحية المقدسة، ولم يكن الترميز إليه عليه السلام بهذا المصطلح فحسب، فقد كانت هناك تسميات مثل صاحب الدار وصاحب العصر وصاحب أو ولي الأمر عفوا. عدد التوقيعات الصادرة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بحسب موسوعة الإمام المهدي، فقد ذكروا أن هناك 100 توقيع عن الإمام المهدي، تعود أكثرها لعصر الغيبة الصغرى. فقد ذكر الشيخ الصدوق 49 توقيعا ودعاء واحدا، كما ذكر الشيخ الطوسي 43 توقيع في كتاب الغيبة، و 12 منها نقلا عن الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين. كذلك ورد في كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهو هذا المصنف من مصادر القرن السادس الهجري، ذكر هناك توقيعان عن الإمام المهدي موجهان إلى الشيخ المفيد محمد بن النعمان المتوفي 413، يعود إلى الغيبة الكبرى. هذان التوقيعان قد شكك بهما السيد أبو القاسم الخوئي، لماذا؟ كون من أوصلهما إلى الشيخ المفيد شخصية مجهولة، وكذلك من نقل هذا التوقيع هو الطبرسي بسند مرسل، والواسطة بين المفيد والطبرسي أيضا مجهول. فضلا عن ذلك بأن هذين التوقيعين لم يردا في آثار الشيخ المفيد، ولم يذكرهما الشيخ الطوسي وهو من تلاميذ الشيخ المفيد في كتابه كتاب الغيبة، وهو المختص بآثار الإمام المهدي. بعض الباحثين ذكروا أن الشيخ المفيد قد استند إلى فقرة أخيرة في هذا التوقيع، مضمون هذه العبارة: فخفه عن كل أحد. هذا التوقيع كان الشيخ المفيد مأمور بأن يخفيه عن كل أحد، ربما يكون هذا السبب الذي لم ينقله الشيخ الطوسي. موضوع كما أسلفنا، موضوع هذه التوقيعات كانت موضوعات عفوا عقدية، فقد صدرت بعض التوقيعات عن الإمام الحجة في الإجابة عن الأسئلة العقدية
سواء كان حول صفات الله عز وجل وكذلك النبوة والإمامة. فقال عليه السلام في الإجابة عن الأسئلة حول الإمامة: إن الأرض لا تخلو من الحجة أبدا، وهي سنة إلهية تستمر حتى يوم القيامة. كذلك من بعض الموضوعات ذكرنا موضوعات رجالية، فقد صدر توقيعا في تكذيب أدعياء النيابة، ومنها ما ورد في لعن الشخصية المسمات بأبو محمد الحسن الشريعي. وهناك أيضا توقيعات تخص وثاقة كثير من الرجال. هناك توقيعات خاصة بموضوعات تخص أبواب الفقه الإسلامي كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها من أبواب الفقه الإسلامي، وتحمل أيضا بعض التوقيعات الصادرة عن الناحية المقدسة ذات طابع كرامة وكاستجابة دعائه في بعض شخصيات الموالين والشيعة، وكذلك إخباره عن بعض الأمور الغيبية. وقد يستدل بهذه التوقيعات على إثبات إمامته عجل الله تعالى فرجه الشريف. من ضمن التوقيعات التي تخص جانب الفقه ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن عبد الله الحميري أو الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه، الفقيه هنا المقصود به الإمام الثاني عشر، أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السلام، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز للمصلي أن يقوم وراء القبر ويجعله قبلة؟ فأجاب: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، ولكن يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم أو لا يتقدم عليه ويصلي عن يمينه أو شماله. هل يجوز الاستدلال بهذه التوقيعات؟ قد استند فقهاء الإمامية عفوا على هذه التوقيعات في استنباط بعض الأحكام الشرعية كما ذكرنا في سلفا بهذا الأمر. كذلك استدل بعض الفقهاء في إثبات نظرية ولاية الفقيه بتوقيع صادر عن الناحية المقدسة في قوله: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. كما تعلمون ذهب الإمام الخميني بالاستناد على هذا التوقيع إلى وجوب تفويض جميع أمور المجتمع إلى الفقهاء. هل حصلت دراسات حول هذه المصادر أو هذه التوقيعات؟ بحسب ما ورد في موسوعة الإمام المهدي أن أهم المصادر التي ذكرت توقيعات الناحية المقدسة هي في كتاب الشيخ الصدوق في كمال الدين، وكذلك كتاب الغيبة في الشيخ الطوسي، حيث أفرد في كل منها قسم خاص بهذه التوقيعات. وكذلك ذكرت بعض التوقيعات في كتاب الكافي للشيخ الكليني وكتاب الاحتجاج، وكذلك كتاب معادن الحكمة في مكاتيب الأئمة للفيض الكاشاني. هناك بعض المصنفات قد اهتمت بهذه التوقيعات ككتاب قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري، وكذلك كتاب توقيعات مقدسة للشيخ جعفر الوجداني، وهناك موسوعة باسم موسوعة توقيعات الإمام المهدي لمحمد تقي أكبر، وتوقيعات الناحية المقدسة لسعيد أبو معاش. أقول أن هذا البحث قد وصل إلى عدة نتائج، أترخص من الأخوة حقيقةً
أذكر بعضها من ثقافة التطويل. الرسائل التي ذيلت بتوقيع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وختمه الخاص، فصارت دلالة على صدورها عنه عجل الله تعالى فرجه الشريف، فكان الذيل التوقيع هو الذي أعطى سندا واعتبارا لهذا الكلام المذيل. بالمناسبة أنه يعني كيف كانت تصل هذه التوقيعات؟ كيف؟ احنا ذكرنا أن هناك تارة تكون هناك توقيعات شفوية يعني يذكرها الإمام لنوابه عند اللقاء بهم، وهناك توقيعات تأتي مكتوبة. يعني يروى بأن هذه التوقيعات كانت تصل إلى النواب أو إلى الشيعة بخطه المبارك، وهذا الخط كان يشبه كثيرا خط الإمام العسكري عليه السلام. لماذا كان الإمام يكتب بخط شبيه بخط أبيه الإمام الحسن العسكري؟ يقول أكثر الدارسين والباحثين في هذا المجال أو ما ذكره العلماء أن حتى لا يكون هناك شك في مصدر هذه التوقيعات، فكان الذي يرى هذا التوقيع يتذكر كتابة الإمام الحسن العسكري حتى يمنع كثير من الذين يصطادون في الماء العكر ويحاولوا أن يبعدوا هذا الأمر عن أهله. عاش الأئمة عليهم السلام فترة سياسية صعبة، حيث أحضر الإمام الجواد إلى بغداد والإمامان الهادي والعسكري إلى سامراء، فصار التواصل المباشر بينهم وبين الشيعة أمرا مشكلا وصعبا، فازدادت وتيرة التوقيعات لصعوبة الوصول للأئمة عليهم السلام. أما كثرة مكاتبات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مقارنة ببقية الأئمة عليهم السلام، فسببها أن الشيعة ما عادوا يتواصلون معه إلا من خلال هذه الطريقة أو هذا الشكل من التواصل. يمكن تقسيم التراث المهدوي في التوقيعات والمكاتبات والمراسلات على كثرتها إلى قسمين: توقيعات الغيبة الصغرى وتوقيعات الغيبة الكبرى. أهمية هذه التوقيعات ووظيفتها تكمن في حفظ التراث الشرعي وتدبير أمور الشيعة والتصدي للدفاع عن المجتمع الإسلامي ضمن مستويات المعرفة وعدم الانحراف ومواجهة الفتن وتنصيب السفراء وبيان الأدعية والزيارات التي تلخص العلاقة بين الموالي والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن التطويل. شكرا جزيلا. شكرا جناب الدكتور عاصم.